بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. لا يخفى عليكم الخلاف بين المدرسية والمذهبية. القضايا المدرسية هي التي تؤخذ على نحو القضايا الحقيقية وينتزع منها أمور كلية. هاي مثل هاي القضايا شو يسمونها؟ يسمونها قضايا مدرسية. القضايا المذهبية هي التي تأخذ ماذا؟ ذيك الأولى طبعاً تصعب زوالها، أو أنه لا تزول عادة. القضايا المدرسية تكون منهجية، لا تزول يعني النظرية لا تزول بسهولة، بخلاف شنو القضايا المذهبية، فهي أنه نظرية تتكلم عن شخص يجعل نظرية معينة وقابلة للزوال، بل وقابلة للانعدام. الأولى غير قابلة للزوال ولكن قابلة للتطوير، بس بالنسبة للثانية هم قابلة للزوال وقابلة أصلا علما بعد للانعدام دائما. فلذلك بأنه القضايا المدرسية هي القضايا الثابتة، ولذلك لما نريد نشوف عظمة شخص، لما نقول مثلا العالم الفلاني، هل كان أنه يقولون أنه مدرسة العالم الفلاني؟ وبعض الأحيان يقول لا، وكان صاحب مذهب في ذلك. يعني من الأعظم؟ الأعظم أن يكون صاحب شنو؟ مدرسة. ولذلك نحن شنو نعبر؟ في مدرسة أهل البيت. ما نقول أنه يعني تعبيرنا في مدرسة أهل البيت أفضل من تعبيرنا شنو؟ من مذهب أهل البيت. مدرسة أهل البيت يعني معناها هي لدينا قضايا كلية أخذناها، قضايا حقيقية ثابتة أخذت من النبي والأئمة سلام الله عليه، وأخذت على نحو الأمور الكلية، وأخذت هذه الأمور الكلية علينا أن نلقي الأصول وعليكم شنو؟ التفريع، وإحنا نفرع من هذه الأصول. فهذا الشيء يصير أقرب للتعريف بأنها مدرسية. سؤالنا هنا بعد أن بينا إجمال المعنى المدرسية والمذهبية، هل الإلحاد هو من النوع المدرسي أم من النوع شنو؟ المذهبي. لماذا؟ لأن الفارق كبير. إذا كان على النوع المدرسي إذا لا يحق لنا أن ندخل ونناقش الإلحاد ما لم ندخل في تحت من؟ أجواء تلك المدرسة. يعني مثلا الذي يريد ينقد الشيعة مثلا يقول أنتم الشيعة كذا، هذا نقول له هل تعلم ماذا نعتقد بالتوحيد؟ يقول لا. هل تعلم ماذا نعتقد بالنبوة؟ يقول لا. إذن أنت ما يحق لك ماذا؟ أنه تنقد هذا ما لم تدرسه بالشكل الدقيق. فهنا سؤالنا نقول هل الإلحاد أخذ على نحو المدرسية أو المذهبية، أو أصلا ماذا؟ لم يكن لا هذا ولا ذاك، يعني لا مدرسية ولا مذهبية. كما بينا سابقا بأن الإلحاد لأنه لم يكن متعارفا بنحو اللي احنا نكون كظاهرة الآن، ولكنه أيضا أن التوحيد لم يكن مدرسة، التوحيد لم يكن مدرسة إلى الآن، عفوا الإلحاد لم يكن مدرسة. لماذا؟ لأنه الإلحاد إلى الآن لم ين بعض الأحيان تأتي شبهاتهم تنسجم مع البعد الفلسفي، بعض الأحيان مع البعد الكلامي، بعض الأحيان مع البعد ماذا أنه الاجتماعي، بعض الأحيان مع البعد السياسي، بعض الأحيان مع البعد الاقتصادي. مثلا ماركس لما نجي إلى الإلحاد فسره ماذا؟ بنحو الاقتصادي. لما نجي إلى أنه ماذا الآخر، نجد كل واحد فسر الإلحاد بمن؟ ها، بطريقة معينة. إذن لم يؤخذ الإلحاد كنحو المدرسية والقضايا الثابتة الحقيقية اللي حتى نناقشهم بها كمدرسة ثابتة، نريد نناقشكم بأسسكم الأولية. فلذلك ماذا؟ إذن الذي لم يكن مو يسهل الأمر، يصعب الأمر أكثر. لاحظوا يعني اللي يكون على نحو المدرسة المناقشة ويا تكون واضحة. لماذا؟ لأن عنده قضايا وثوابت. بينما اللي يكون على نحو المذهبية ليس له شنو؟ قضايا وثوابت. فلذلك إنه لما نأتي إلى أي مسألة نجده يختلف بين فترة وأخرى. فلذلك ماذا تجدهم؟ أنه هذا ينطوي تحت المدرسة الطبيعية وهذا العلمانية وما شاكل ذلك. لكنه نوجد نستطيع أن نلخص بأنه الإلحاد في ثلاث نقاط. بالك وياي تشوف ذني النقاط الثلاثة. الملحد سئل عن ذني النقاط الثلاثة، إذا عرفته ما يهمنا تحت غطاء علماني اقتصادي سياسي فلسفي كلامي، مو مهم عندنا. المهم لدينا هذه النقاط الثلاثة.
إذا أجاب عن أنه عنده رؤية بذن النقاط الثلاثة نعرفه أنه ماذا؟ ملحدا. أولا إنكار وجود إله، إذا كان أنه الشخص ينكر وجود إله، هاي العلامة الأولى، العلامة الأولى المن حتى نعرفه أنه ملحد. اثنين، يقول بأزلية المادة، بأن المادة هي ماذا؟ أنه أمر أزلي، أنه موجودة من أول الكلام، موجودة هي المادة. الأمر الثاني، وهي المادة الأزلية توفرت بآلية الطبيعة، الطبيعة هي اللي كونت ماذا؟ هاي المادة مع الطبيعة انسجمت فكونت ماذا؟ هاي آلية الطبيعة هي اللي كونت لي هذا الكون. إذن هذه الأمور الثلاثة، إنكار وجود إله، أزلية المادة، وماذا؟ آلية الطبيعة. إذا توفرت ذني الأمور الثلاث، هذا يكون الشخص ماذا؟ نستطيع أن نسميه هسه كان تحت الغطاء العلماني، تحت الغطاء الطبيعي كذا، بعد مو مهم عندنا إلى أي مدرسة ينتمي، لأنه من الأول الكلام شنو فرضنا؟ هم هؤلاء لهم مدرسية لو مذهبية؟ قلنا لهم مذهبية وليس مدرسية، لأن الأمر المدرسي يفرض وجود عندنا قضايا حقيقية وثابتة ومتفق عندها الكل، هم لا، دخلوا تحت أغطية كثيرة. وهذه الأمور نعم نبينها نحو الإجمال. طبعا أول شيء خلنا نعرف السبب، أن السبب اليوم حتى لو نأخذ منكم 5 دقائق بس على مود الدرس، نعرف السبب، أنه السبب طبعا هم من أنكروا وجود إله، بالتالي من أنكر وجود إله لابد أنه شنو يصير؟ يجي يبرر. إذن أنه شنو السأل؟ إذن إحنا شلون وجدنا؟ إله ماكو، إحنا نقول موجود إله، والإله هو الذي خلقنا وانتهى الأمر، قضيتنا واضحة. أنتم إذا أتيت وأنكرت الإله فلابد أن يكون ماذا؟ أنه البديل. فما هو البديل؟ قالوا ماذا؟ بأزلية المادة. قلنا هكذا، إن المادة بما هي مادة لا يمكن ماذا؟ أزلية المادة بما هي مادة أن يخرج ماذا؟ عنها أشياء أخرى. يعني هاي المادة شلون تخرج منها أشياء أخرى إذا هي فقط تكونت بما هي؟ قالوا هذه المادة تنسجم مع شيء آخر اللي هي شنو تكون؟ بواسطة أنه الطبيعة، فكونت لدينا ماذا؟ هذه الأشياء. زين، نسألكم على أمر آخر، أين الروح والنفس وما شابه الأمور الغيبية هؤلاء؟ قالوا هذا كلها محض وهم، ولا يوجد هناك روح ولا يوجد هناك نفس. بعد باعتبار هو ماذا أنكروا؟ أنكروا وجودها. فإذا آمنوا بالنفس والروح نقول لهم أين هي النفس والروح؟ أمر غيبي. فإذا قلتم أنتم ماذا بالأمر الغيبي تؤمنون به، كذلك الإله هو أمر غيبي، فكيف أمنت بوجود الروح ولم تؤمن ماذا؟ بوجود خالق الروح. فماذا أنه طبعا هم اختصارا نكرر، فإذا ماذا يقولون؟ هاي الروح طبعا لا تثبت إلا بالدجل والضحك على ذقون الناس، ولا وهاي الأشياء ماذا ولدت صدفة، فتحصل أنهم ليس أصحاب طبعا حتى على نحو المذهبية. إذا جينا المذهبية تبين حتى أنه من نحو المذهبية لا يوجد لديهم إلا أن تتحقق هذه الأمور الثلاث. فإذا هنا على ضوء ذلك عندما نريد، هاي المهم عندنا هاي النقطة، إذا نريد أن نناقش الملحد أول ما نسأله أسسك ماذا؟ ما هي التي تنطلق منها؟ فإذا قلت ليس صاحب مدرسة، إذن أنت تقيم على هذه الأمور الثلاثة. طبعا شبهة وردها بسطر واحد، يعني قلنا احنا يوميا نأخذ لنا الشبهة، الشبهة هذه تقول هل أنه قلتم بأنه بوجود إله؟ احنا نسألكم سؤال، الملحد يسأل الموحد، أنت تقول بوجود إله، زين لماذا هذا الإله هل يستطيع أن يخلق مثله أو لا يستطيع؟ فنقول هكذا، إن قلتم أنه قادر فنحن نسألكم لماذا لم يخلق؟ إذا هو قادر لماذا لم يخلق؟ وإذا قلتم أنه ليس بقادر، إذا قلتم أنه فأثبت بعد أنه عجز، لو قدرته أثبت عجزه، وإذا أثبت عجزه أنا عاجز عن أخلق إله وهو أيضا ماذا؟ عاجز، فما الفرق؟ إذا لا وجود، لا داعي لوجود إله عاجز. إذا أنت أما تقول أنه قادر فنقول وين هذا الإله الخلق؟ ما موجود، يعني حتى لو يكون إله في مكان آخر إلهي وصل النفتك. إذا قلت ليس بقادر أقول لك أصبحت عاجز، فإذا غير إله هذا يكون عاجز. كيف يمكن أن نرد هذه الشبهة؟ نقول أولا أنه لا كلام لنا في قدرة الله، قدرة الله مطلقة ولا يمكن ماذا أن يعجزها شيء، هذا منتهين من عنده الكلام. وهذا كم
ولكن بشرط. هاي القدرة لها شرط. شرط القدرة ألا تخالف نفس النظام الذي رسمه صاحب القدرة. يعني الله سبحانه وتعالى هو جعل نظام لهذا الكون بأنه عندما يريد أن يجري قدرته لابد أن تجري القدرة ضمن من؟ ضمن النظام الذي هو رسمه، مو رسم أحد نظام على الكون حتى بحيث احنا نريد أن نلزم الله سبحانه وتعالى أن يأتي ماذا؟ بشيء خلافا. هذا أول. وثانيا إن قدرة الله، إن القدرة ماذا؟ لا تتعلق بالمعدوم. إن الله على كل شيء قدير، صريح الآيات القرآنية. ماذا معناها؟ معناها بأنه قدير على الشيء الذي يكون موجود في الخارج المقدر له ضمن ذلك النظام الذي رسمه هو الله سبحانه وتعالى، فقدرته تأتي عليه. ونقول المعدوم هذا اللي تفرض لأنه شريك أو إله آخر، هذا موجود لو معدوم؟ معدوم. والعدم ليس شيئا، العدم شيء أو ليس بشيء؟ العدم ليس شيئا. فإذا كان العدم ليس شيئا، قدرة الله سبحانه وتعالى هل تتعلق بالشيء المعدوم؟ بينما تتعلق بالشيء ماذا؟ بالشيء الموجود، لا بالشيء ماذا؟ المعدوم. وهذا اللي السؤال اللي سأل اللي إجا للإمام عليه السلام في مسألة شنو؟ البيضة. وأشرط على الإمام هذا الشرط في السؤال، أن لا يصغر، لا يكبر البيضة ولا يصغر الأرض، أن يأتي ويدخل الأرض على كبرها، في البيضة ماذا؟ على صغرها. فماذا أجابه الإمام؟ قال ويحك، أنه ليس هذا عجز في أنه شنو؟ قابلية القابل، مو الله، ليس عجز في أنه الله قدرة القادر، وإنما في قابلية القابل. القابل فيه عجز أن يستقبل أنه يدخل أحدهما في الآخر. فمثل هذه المسألة تكون هي بسبب العجز الموجود في نفس القابل، لا أنه في قدرة القادر. ظاهرة الإلحاد أنه سلبية أم إيجابية، هذا بعد تأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.